السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة إخبارية مفصلة، أهلا بكم. أهلا بكم. وقبل التفصيل في هذه عناوين: رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة يؤكد أن معركة الوعي يخطر المعارك على الإطلاق، ويدعو الشباب إلى رص الصفوف ورفع التحدي حفاظا على وديعة الشهداء خلال زيارة عمل وتفتيش إلى ناحية العسكرية الأولى بالبليدة. الجزائر تدين بشدة عمليات الاغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية خارج حدودها المعترف بها دوليا ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة. في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني ومحاربة المضاربة، مصالح الأمن الوطني تتمكن من حجز 1243 طناً من مادة الموز على مستوى ولاية الجزائر العاصمة البليدة بومرداز وشلف. شراكة استراتيجية في مجال استغلال الفوسفات المدمج بين الجزائر والشريك الصيني بستة ملايين طن سنوياً، 80% منها موجهة للتصدير. واستعمال التقنيات الحديثة في مجال الري وآليات الدعم تعد بمنتوج وافر من القمح بتيارت. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بداية، وفي النشاط البرلماني، ترأس اليوم رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل اجتماعا لمكتب المجلس موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية خصصا لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية لمجلس الأمة في الفترة ما بين 18 و21 أفريل الجاري. وقد ثمن مكتب المجلس مخرجات الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، خاصة ما تعلق منه بترقية الجانب الاجتماعي والمهني للعمال، مؤكدا باعتزاز على أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تمكنت بنجاح من الموائمة والتكيف مع التداعيات وأثار التحولات السائدة حاليا على المستوى الدولي، وذلك من خلال تثبيت معالم اقتصاد وطني قوي قادر على ضمان الأمن الغذائي وتعزيز السيادة الجيوستراتيجية للبلاد. مكتب المجلس دعا أيضا المواطنين وفي مقدمتهم طلائع الشباب إلى الالتفاف حول سيد رئيس الجمهورية من أجل تحصين الجبهة الداخلية وتثمين المكتسبات للوصول بالجزائر إلى المستويات المنشودة التي يتطلع إليها كل وطني غيور على بلده. عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم اجتماعا برئاسة إبراهيم بوغالي رئيس المجلس، حيث أحال المكتب على اللجنتين المختصتين مشروعي قانونين. الأول يعدل ويتمم القانون المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، والثاني يحدد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة. عقب ذلك تولى المكتب دراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه. في التعاون البرلماني، استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي اليوم بمقر المجلس وفدا برلمانيا من جمهورية النيجر يقوده رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة النيجر الجزائر خليل مبارك، الذي سلم رسالة من نظيره رئيس الجمعية الوطنية السيد سايني أومارو. وأكد بوغالي في مستهل اللقاء على علاقات الأخوة وحسن الجوار التي تربط البلدين، والتي تتسم بتوافق الرؤى حول المسائل الدولية والجهوية ذات الاهتمام المشترك. كما شدد على دور البرلمانيين في تطوير هذه العلاقات من خلال مجموعتي الصداقات أو الصداقة أقول، ودعا إلى توظيفها في تشجيع المبادلات البرلمانية المتعددة الجوانب. مواصلة للزيارة الميدانية إلى مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي، قام سيد الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم الثلاثاء 12 أفريل 2022 بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة. التفاصيل مع وليد ساري. في البداية وبعد مراسم الاستقبال من قبل اللواء علي سيدان قائد الناحية العسكرية الأولى، وقف السيد الفريق وقفة ترحم على روح الشهيد البطل محمد بوغرة قائد الولاية التاريخية الرابعة الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له، وتلى فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأبرار.
بعد ذلك كان للسيد الفريق لقاء مع إطارات وأفراد الناحية العسكرية الأولى، حيث ألقى خلاله كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الناحية عبر تقنية التخاطب المرئي عن بعد، أكد في مستهلها أن لكل جيل معركته، وأن معركة شباب الجيش الوطني الشعبي ومن خلالهم شباب الجزائر قاطبة هي مواصلة المسيرة والحفاظ على استقلال الوطن وسيادته، وهي معركة وعي بامتياز، وهي أخطر المعارك على الإطلاق لأنها تتعلق بمستويات غير مادية كالفكر والقيم. إنني على قناعة تامة بأن لكل جيل معركته، فإذا كانت معركة أجدادكم وأبائكم هي تحرير الأرض من براثن الاستعمار، وإذا كانت معركة زملائكم وإخوانكم هي التصدي لآفات الإرهاب الهمجي، فإن معركتكم أنتم شباب الجيش الوطني الشعبي، ومن خلالكم شباب الجزائر قاطبة هي مواصلة المسيرة والحفاظ على استقلال الوطن وسيادته، وهي معركة وعي بامتياز. نعم، معركة وعي، وهي أخطر المعارك على الإطلاق لأنها تتعلق بمستويات غير مادية كالفكر والقيم، وميدانها الفضاء الافتراضي والمعرفي، أين تستخدم فيها أسلحة غير تقليدية، ولأن العدو فيها غير مرئي. في الكثير من الأحيان ويملك من وسائل التأثير على الوعي الفردي والجماعي ما يصعب مجابهته والتصدي له في ظل عولمة كاسحة جارفة. ومعركة اليوم صعبة كذلك، لكوننا نعيش في زمن تسارعت فيه الأحداث واختلطت فيه المفاهيم وذابت فيه القيم والمبادئ، فأصبحت الخيانة وجهة نظر وخذلان الصديق في وقت ضيق نباهة، والاستقواء بالعدو على الأخ والشقيق سياسة حكيمة. فما كان مذموما مرفوضا بالأمس القريب أصبح اليوم مقبولا بل مستحبا. السيد الفريق حرص بهذه المناسبة على حث الشباب على التسلح بالوعي الدائم والعلم النافع والعمل المخلص ورص الصفوف من أجل كسب هذه المعركة، حتى يكونوا في مستوى ثقة شعبهم وفي مستوى متطلبات الحفاظ على وديعة شهداء الثورة وشهداء الواجب الوطني. وعليه فإنه حري بكم أيها الشباب أن تفهموا تحديات هذه المعركة الصعبة لكن غير مستحيلة، وتفهموا خباياها وتستعدوا لها جيدا عبر التسلح بالوعي الدائم والعلم النافع والعمل المخلص، وكذا من خلال العمل ليلا ونهارا على حشد كل الإمكانيات المتوفرة ورص الصفوف من أجل كسب هذه المعركة الخطيرة ورفع تحدياتها والقدرة على المواجهة العازمة لكافة أشكالها العسكرية والنفسية. وبذلك فقط تكونون في مستوى ثقة شعبنا وفي مستوى متطلبات الحفاظ على وديعة شهداء المقاومات الشعبية وشهداء ثورتنا التحريرية المظفرة وشهداء الواجب الوطني الذين سقطوا في ميدان الشرف، لتبقى الجزائر في ظل قيادة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، واقفة شامخة بين الأمم إلى أباد الدهر.
في ختام اللقاء أسدى السيد الفريق جملة من التوجيهات والتوصيات التي تندرج في مجملها في إطار رفع درجة اليقظة وكذا تأمين مختلف المرافق العمومية بما يسمح للمواطنين بأداء فريضة الصيام في جو من السكينة والأمن والاطمئنان. تدين الجزائر بشدة عمليات الاغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية خارج حدودها المعترف بها دوليا ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة. إن هذه الممارسات العدائية المتكررة تنطوي على مواصفات إرهاب دولة فضلا عن استيفائها لجميع خصائص عمليات إعدام خارج نطاق القانون والقضاء تعرض مرتكبيها للمساءلة أمام الأجهزة المختصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة. إن الإمعان في التعدي على المدنيين من خلال القتل العمدي مع سبق الإصرار يمثل انتهاكا ممنهجا خطيرا للقانون الدولي الإنساني وجب إدانته بشدة وردعه بحزم. تشكل سياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة من قبل قوات الاحتلال المغربية تحدياً مستمراً للشرعية الدولية وتعرض المنطقة برمتها إلى تطورات بالغة الخطورة، كما أن نزعة الاندفاع والمغامرة التي تنجر عن الأهداف التوسعية للمملكة المغربية تشكل تحدياً لمجلس الأمن للأمم المتحدة وكذلك للمبعوث الشخصي للأمين العام ستيفن دي مستورا الذي تتعرض مهمته وجهود التهدئة التي يقوم بها لعملية تقويض جسيمة جراء الانتهاكات الخطيرة والمتكررة للأمن في الأراضي الصحراوية المحتلة وجوارها المباشر والتي من شأنها أن تؤدي إلى انحرافات خطيرة على الصعيد الإقليمي. أفاد بيان لمديرية العامة للأمن الوطني أنه في إطار جهود قوات الشرطة في حماية الاقتصاد الوطني ومحاربة المضاربة في السلع والمواد الغذائية تمكنت مصالح الأمن الوطني بداية هذا الأسبوع من حجز 1243 طنا من مادة الموز على مستوى ولايات الجزائر العاصمة البليدة بومرداس وشلف. عمليات الحجز تمت على إثر استغلال معلومات تحصلت عليها مصالح الشرطة مما استوجب عمليات مداهمة فجائية على مستوى غرف التبريد والمخازن بالولايات السالفة الذكر بعد الحصول على إذن بالتفتيش صادر عن السلطات القضائية المختصة إقليمية. للإشارة لجأ المضاربون إلى حيلة لتفادي الإفلات من يقظة مصالح الرقابة حيث تعمدوا تخزين وحفظ الكميات المحجوزة على مستوى غرف التبريد لإبقائها غير ناضجة قبل تسويقها لاحقا بأسعار باهظة. وخلافا للقيم الروحية للشهر الفضيل يستغل المضاربون وبعض التجار إقبال الصائمين على المواد الاستهلاكية للربح غير المشروع ناهيك عن خلق تذبذب في استقرار الأسواق على غرار الارتفاع اللاعقلاني لمادة الموز مؤخرا. ملك درحمون وتفاصيل. هنا بسوق الجوار بصوريكال بالعاصمة كانت لنا زيارة لمعرفة أسعار أحد أهم الفواكه المطلوبة في هذا الشهر الموز الذي شهد سعره ارتفاعاً كبيراً فاق 800 دينار للكيلوغرام الواحد. والله غلونا نحشمون نقولوا للشهر 88 تحشم والله غير تحشم من داك تنقصروا معه ونضحكوا معه باش نقولوا 88 وانا نبيع فيه 80,000 80,000 ماشي غالي 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 بزاف ماشي شوية وكنت يرحم بابك واحد اللي عادي ما في يدي عرجو يدي حبة وما نعرف يعتبرون سعر الموز ليس في متناول وأن الارتفاع مقارنة بالأيام السابقة من الشهر الفضيل. هذا وسيعود برنامج الجزائر مباشر سهرة اليوم بالتفصيل في حيثية هذه العملية النوعية لمصالح الأمن الوطني. الفوسفات ثروة اقتصادية ودعامة من دعائم الاقتصاد باستخداماته المتعددة من المواد الغذائية إلى الإلكترونيات وبالأرقام تحتل الجزائر مراتب متقدمة حسب التصنيف العالمي للدول المنتجة له
وهي اليوم تعول على هذا المعدن الخاص بالمشروع الجديد للفوسفات. آية دحو معها التفاصيل. منطقة بلاد الحدبة ببئر العاتر جنوب ولاية تبسة باحتياطها الضخم من الفوسفات ورقة رابحة للاستثمار في هذا المجال، والجزائر اليوم تسعى إلى دخول مجموعة أكبر مصدري الأسمدة في العالم بمشروع خصص له حصة 1 مليار طن من الفوسفات يتم استغلالها على مراحل، وستكون له آثاره الاجتماعية والاقتصادية على المنطقة. إن شاء الله راه جاينا الخير والبطال يستبشر. المشروع هذا رانا نشوفه فيه إن شاء الله راه فيه خير كبير للبلاد والعباد. المشروع الجديد للفوسفات المدمج كلل بتوقيع المجمع الصناعي للأسمدة أسميدال ومجمع مناجم الجزائر عقد شراكة مع الشركتين الصينيتين ووهان وتيانان. إنتاج ما يقارب 6 ملايين طن سنويا من الفوسفات المعالج، كما سيشمل التحويل الكيميائي للفوسفات بوادي الكبريت بولاية سوغهراس، وتحويل ما يقارب 1.2 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي لإنتاج حوالي 5.4 ملايين طن سنوياً من الأسمدة بحجر السود ولاية سكيكدا. 80% من الإنتاج ستوجه للتصدير عبر المنشآت المينائية المخصصة بميناء عنابة. بعد الانتهاء من أشغال التوسيع والتهيئة سيخصص إلى عملية التصدير للأسمدة المنتجة في الوحدات الإنتاجية. المشروع هذا سيعمل على تحويل 10 ملايين طن من الفوسفات سنويا المستخرجة من منجم بلاد الهدبة من ولاية تبسة، وتحويلها على مستوى ولاية سوغهراس لإنتاج المواد المتوسطة التي تدخل في إنتاج الأسمدة، ومن بعد ذلك تحول إلى منطقة حجر السود بسكيكدا. المشروع الجديد للفوسفات المدمج سيحقق نسبة صادرات تقدر بأربعة ملايير دولار في السنة، وسيوفر 6000 وظيفة مباشرة و24000 وظيفة غير مباشرة في مرحلة الاستغلال، و12000 منصب شغل في مرحلة الإنجاز، إضافة إلى تحقيق رهان الأمن الغذائي. كما أن إعطاء أهمية للرفع من إنتاج الحبوب كان في صلب قرارات مجلس الوزراء، حيث توقعت مديرية المصالح الفلاحية بولاية تيارت تسجيل ارتفاع محسوس في إنتاج القمح بمختلف أنواعه بعد الأمطار الأخيرة التي شهدتها الولاية. مسين حمية والتفاصيل. فلاحية بامتياز ولاية تيارت التي تعتمد أساسا على إنتاج الحبوب بمختلف أنواعها، تتوقع هذا الموسم تجاوز عتبة الإنتاج المعهودة مع اتساع المساحة المزروعة وتهاطل الأمطار الأخيرة، ما سيحقق مردودا يصل إلى 50 قنطارا في الهكتار لدى بعض المنتجين. نرتقب إن شاء الله بإذنه محصول رايح يكون أحسن من الأعوام اللي فاتت. الأعوام اللي فاتت كان عندنا محصول تراوح حتى 4000 قنطار من الحبوب. هذا العام جاءنا السقي التكميلي في الدوبي. في البداية كما كانت الأمطار ناقصة، وراك تشوف النتيجة تاعو الفلاحة راهي مليحة تكون طالعة. ربي كرمنا بالمطر هذا تاع مارس، أنا متفاعلين الخير إن شاء الله. والمطر هذا تاع مارس ينفع أكثر من اللي يتاع في المشتم. راها تبان الفلاحة مليحة إن شاء الله بربي. وتكون عندنا روندمون شنو نتكلوا عليها ان شاء الله. منطقة شمالية لتكثيف الحبوب ووسطى لإنتاجها، خصوبة في التربة وأمطار استبشر بها الفلاحون، وموسم وفير عبر أغلب أقاليم الولاية المعروفة بإنتاج القمح الصلب في المرتبة الأولى، ترافقها حاليا استعدادات لتهيئة تعاونيات الحبوب الثلاث بتيارت مهدية وفرندا بقدرة استيعاب قد تتعدى 3 ملايين قنطار. تحضير الموسم الحصاد والدرس السنة الجارية تعاوني على قدم وساق جارية التحضيرات على مستوى نقاط التجميع التابعة لتعاون الحبوب والخضر الجافة تيارت. فيما يخص التوقعات للسنة هذه، العام اللي فات جمعنا 600,000 قنطار، السنة نتوقع فيت 1 مليون قنطار إن شاء الله كتوقعات أولية إن شاء الله. تعتمد أساسا الفلاحة تاعها يعني في معظمها على الإنتاج الحبوب بمختلف أنواعها، سواء كان قمح لين أو قمح صلب أو شعير أو خرطال.
بالنسبة لهذا الموسم الفلاحي المساحة التي تم زرعها بالحبوب هي 252 ألف هكتار، وإن شاء الله نترقبوا أنه يكون منتوج مليح هذا الموسم. دعم الدولة لإنتاج الحبوب وتشجيع المستثمرات الفلاحية في مختلف التخصصات استراتيجية كفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي. المشهد الدولي الآن، وبالأراضي الفلسطينية المحتلة تصعيد خطير وانتهاكات متواصلة بحق الفلسطينيين، وخلفة اليوم استشهاد عامل فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي واعتقال العشرات، تصعيد أعرب بشأنه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش عن قلقه البالغ إذا ارتفاع عدد الضحايا. أفادت نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية أن أمطارا تكون رعدية في بعض الأحيان مرفوقة بتساقط حبات برد محليا مع هبوب رياح رعدية مرتقبة على عدة ولايات من وسط وغرب الوطن اليوم وغدا. هذه النشرية التي صنفت في مستوى يقظة برتقالي التي تمتد صلاحيتها ابتداء من 6 اليوم إلى 6 من يوم غد الأربعاء ستمس كلا من تيارت، سعيد، معسكر، غريزان، تسمسيلت، عين الدفلة، شلف، تيبازا، شمال الجلفة وشمال الأغواط. أما كميات الأمطار المرتقبة خلال فترة صلاحية هذه النشرية فستتراوح بين 20 إلى 40 مليمترا، وقد تصل أو تتجاوز 50 مليمترا محليا، كما صنفت ولايات المسيلة، المدية، البويرة، تيزي وزو، بومرداس، والجزائر العاصمة البوليدة في مستوى يقظة برتقالي من اليوم الثلاثاء ابتداء من الساعة 3 إلى غاية يوم الأربعاء حتى الساعة 3 زوالا حسب نفس المصدر، مشيرا إلى أن كميات الأمطار المرتقبة خلال فترة صلاحية النشرية ستتراوح ما بين 30 إلى 50 مليمترا، وقد تصل أو تتجاوز 60 مليمترا محليا. ونختم مشاهدينا بأجواء الشهر الفضيل، إذ تعد التوابل والبهارات روح المطبخ الجزائري خصوصا لتحضير مائدة رمضان، وعلى طريقة الجدات يبدع أمين في تشكيل التوابل لمختلف الأطباق برائحة الجدات الشهية. يوسف طفر. عبق المطبخ العتيق مع محمد الأمين بن جبل الله. ريحة زمان هو ابن الجيل الجديد الذي أخذ سحر الوصفات والتوابل عن جداته. هي القصة، هي الحكاية. لازم يستوعبوا يعطوا واحد لوكو، تحس اللمسة الجزائرية في الأطباق هذوك. واش كيدير في هذا رمضان؟ واش إيبيس كلشي عنده بزاف رمضان؟ بون تاع شوربة بزاف بنين، عنده إيبيس تاع شوربة هاي تاع حريرة بزاف بنين، تاع تاكوس تاع الماريناد بزاف بنين هايلين. دوكا ما يقدروش يذوقوهم، من ريحتها يشموها. باغ إكزومبل المنتوم كي تبدا كل مرة تجي تشمها تشم المنتوم، الحريرة كلش، شتيت حجاج الدولما كاع هادو ما كيشموهم يدوهم. شفت باللي البنة هذيك تاع الزمان تاع ماني تاع بكري راحت، كي يكون اخر في رمضان نخرجوا نشموا هذيك الشربه الله الله، نشربوا نشموا هذيك الماكله تاعنا الله الله. دوكا ما كانتش، علاش؟ بعدنا شويه على البهارات. كل منطقه مناطق الجزائر عندنا شغل متخصصين بحاجه، متخصصين بالماكله تاعهم ديجا، غير الشربه تلقاها بارتو متغيره. طعام الكسكس تاعنا الله يبارك، ش عندنا من منطقه شمال جنوب كاع كل واحد كيفاش يخدم الطعام ديالو. هو الفخر والاعتزاز بالتوابل الجزائرية والوصفات المتنوعة. هي قصة موروث شعبي صنع مجد الأكلات وأعطى للمطبخ الجزائري نكهة ومذاقة. الختام مشاهدينا إلى التذكير بالعناوين. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة يؤكد أن معركة الوعي هي أخطر المعارك على الإطلاق، ويدعو الشباب إلى رص الصفوف ورفع التحدي حفاظا على وديعة الشهداء خلال زيارة عمل وتفتيش إلى ناحية العسكرية الأولى بالبليدة. الجزائر تدين بشدة عمليات الاغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية خارج حدودها المعترف بها دوليا ضد مدنيين أبرياء رعايا 3 دول في المنطقة.
وفي إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني ومحاربة المضاربة، مصالح الأمن الوطني تتمكن من حجز 1243 طنا من مادة الموز على مستوى ولايات الجزائر العاصمة، البوليدة، بومرداز وشلف. تابعنا شراكة استراتيجية في مجال استغلال الفوسفات المدمج بين الجزائر والشريك الصيني بستة ملايين طن سنوياً، 80% منها موجهة للتصدير. واستعمال التقنيات الحديثة في مجال الري وآليات الدعم تعد بمنتوج وافر من القمح بتيارت. شكراً لكم على المتابعة، صحفتكم. قبل الله منكم، سلام الله عليكم.